رشيد المولد 1984 كنسكن بالحي المحمدي. السبب القوة هو الله سبحانه وتعالى هو اللي عطانا القوة، وزيد كنكمل بالونطري معنا مدة 21 عام وانا كنتريني قوة خارقة، كنتريني شي حوايج اللي خاصني نفوت، يعني شي حاجة اللي صعيبة، شي حاجة اللي كتوقع يعني ما كتوقع الدماغ ما كتوقعهاش خاصني ندير انا. مثلا تراكسيون نضرب 1000 في النهار، نضرب 2000، المهم خاصني ندير شي حوايج اللي ما كيديرهاش بنادم. هذا هو اللي خلاك تكتسب واحد القوة والصبر، يعني خاص يكون عندك واحد الصبر باش توصل. يعني كاين شي حركات اللي كتمشي، مثلا كتمشي مهرس، كتمشي محيطم، يعني خاصك تمشي تنعس تعاود عاوتاني تجي تخدم. هذا هو الخدمه اللي خلاتني كيفاش نوصل، وهذا الشيء بقدره الله سبحانه وتعالى. لا ما حسيت بوالو، دابا لا والو، كتولي عندك واحد القوه زايده، يعني انت كتولي عندك واحد القوه هي اللي كتحميك، يعني مثلا كتبغي تلقى الحجره بهذيك الخدمه اللي كتخدم، يعني كتولي تصد لهذيك الضربه. يعني كون كنتي مثلا ما مخدومش غادي تضرب، يعني غتهرس من الضلوع ديالك، كيما غتهرس من رجليك، كيما غتهرس المهم هذيك القوه ديالك هي اللي كتخليك. هذه الدموع نزلوا لي، علاش؟ بانني ما خليت فين طلعت، ما خليت فين مشيت، يعني حتى واحد ما دار معايا شي حل. هذا هو اللي خلاني انا، يعني مده 21 عام ما خليت فين طلعت، يعني بغيت تحدي، انا اللي رفعت التحدي مع ريكو، قلت لهم بغيت نتحداه لحدي الان باقي ما شفت لا جواب لا ما شفت حتى شي جواب، حتى شي واحد ما قال لي شي حاجه. انا كنتحدى ريكو، ريكو اللي سلخ المغاربه، انا كنتحداه، انا باغي نلعب معاه، باغي ننازل، نقدر وندير ما اكثر. انا كنتحداه وكنعلم بانني بغي نتحدى ريكو بهذه الخدمه اللي شتو، ومازال الخدمه اللي شتي ماشي والو، يعني انا مازال عندي شي حوايج اللي كاينين غابري. انا كنتحدى وكنعلم بانني كنتحدى وغادي ننازلو وغادي نهودو ان شاء الله باذن الله، باش نهز الراي ديال المغرب، باغي نهز الراي ديال البلاد ديالنا، والله ينصر سيدنا. ديجا قبل ملي كنت يلاه بديت، كنت هذيك الساعه كتهرس كتوعات، فهمتيني؟ ما يمكنش غادي تجي من البديه غادي ما غاتلعقها ما والو، ولكن ملي كنت كنلعقها كنخدم على البلايص اللي كان، يعني البلايص خاصو اللي تهرس فيهم، خاصني المره الجايه ما نتهرسش فيهم، خاصني نخدم عليهم مزيان، تخدم طابيت، تخدم شي حوايج، ما كنربح والو. حنا درنا جمعيه باش نوصلوا بها حتى حنا نستافدوا منها، نروجوا بها شويه، دابا كلشي كتخسروا من عندك، يعني الا درتي شي حاجه بعض المرات كتمشي والله حتى الماكله ما كتلقاش، يعني الماكله اللي غادي باش غتعوض الطاقه باش تردها. علاش انا قطعت شي عامين ولا قاطع؟ علاش باش قطعت؟ قطعت بسبب، علاش؟ لان خاص قطعت بسبب بانني ملي كنمشي مثلا كنمشي نتريني ما عنديش باش نعوض، وقطعت بسبب عاوتاني علاش مشيت وما داروا معايا والو، قطعت لونطريما كنقطع ولكن كنتريني مره شي لقطات ماشي بزاف كاع. هذا هو السبب اللي خلى انا كنطلب من سميتو يعاونوني ويدعموني، فهمتيني؟ يدعموك باش توصل باش نطلع نشارك ان شاء الله، بغيت نشارك بطولة العالم ولا ندير العروض اللي كندير. هذا هو اللي كنطلب من سميتو.